السلام عليكم ورحمة الله. زي ما احنا عودناكم قبل ما نتكلم في أي حاجة، بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتكتب لنا كلمة حلوة، اللي بتسأل تطمن علينا على دماغنا من فوق. الحمد لله قدرنا نوصل لكم جزء المرة اللي فاتت اللي هو تحسين المستوى وفرق الصف والكلام ده، وردنا على سؤال أو الكومنت اللي جالنا والكلام ده. ومعلش كنا مثلا فعلنا شوية والكلام ده، بس احنا مش زعلانين. احنا بنزعل لما بتبقى لما نقول لك صورة غلط وعايز توصلها للناس غلط وبتبقى متأكد منها. مش عيب يا باشا اللي انت تسأل، مش عيب اللي انت يعني لو حاجة غلط ومش متأكد منها تتأكد منها من معلومة صح، عشان لما تيجي تنقلها لصاحبك ولا تيجي تنقلها لحد معرفة يبقى انت متأكد من معلومة بتاعتك والكلام ده. فأنا الناس اللي هي بتقول لك ما تزعلش عم كتر والكلام ده، حبايبي احنا ما بنزعلش من أي حد وبنحب الناس كلها، بس هي الفكرة لما انت بتبقى لاقي حاجة غلط والفكره اللي هو بيتنقل يعني هو بينقل المعلومه غلط غصب عنك بتتفعل، يعني اللي هو بتبقى منفعل على اللي هو رد على السؤال ولا رد على الكومنت ولا الكلام ده. فاحنا ما فيش اي حاجه، وان كنا اتفعلنا شويه فما حدش يزعل يا جدعان، وما فيش اي حاجه. النهارده ان شاء الله الجزء بتاعنا اللي هو طريقه التعليم المحتوى. احنا اتكلمنا وقدرنا نشوه الناس يعني ازاي تحضر والكلام ده، فاحنا جه اليوم اللي احنا نعرفك فيه طريقه التحضير بالظبط. طيب هنبدا واحده بواحده مع بعض، يعني هنبدا من اول دخول القص تلقيهم ازاي، وبعد كده تحضر الحصويتين ازاي. طيب احنا بنيجي نلقي القص على بعضه في قلب ايه؟ القص الغزار بتاعه وكده. طيب الفكره في حاجه، في ناس بتلقي الحمام الغزار والحمام التحضين عادي، يعني اللي هي مش مركزه في طريقه اللي هي التحضين بتاعته والكلام ده. في مواعيد بتختلف معاك، في ايام بتضيق منك لان انت الاسس التحضير بتحصل اول مثلا، بتيجي الغزار بتكون محصيه بعد مثلا اربع خمس ايام، بتنقل الحصى فالحمام ليه وقت زمني اللي انت بتحضن منه، يعني اللي انت تحضن تنقل الحصى من تحتيه تحت القص الحضان بتاعك. فما ينفعش ان انا اخليها سلط على بعضها، ما اخليهاش اللي هي سايحه، لا ده انا بقول لك تركز كتير الحمام يعني قليل الفهم. فاللي هو الفكره اللي انت ما تكترش الحمام، الفكرة اللي انت بتركز في التحضين، بتركز في الحاجة زي ما انا بقول لك. لو هتعمل لك قصين غزار بس راجل فاهم بتعرف تحضن ازاي، بتعرف تنقل الحصويتين ازاي الكلام ده. لكن ما جيش انا القي الحمام والغزار كله على بعضه والقي الحمام التحضين وممكن تخيب معاه، التحضين يحص الاول وبعد كده الغزار يجي يحص ما لقوش تحضين ليه. طيب انت بتشتغل ازاي يا باشا؟ انا عن نفسي ليا مثلا نظرة في الحمام، من معاشرتي مع الحمام، من خبرتي في الحمام، فخلاص عرفت احدد لنفسي. طيب القص ده يعني انا في حاجه انا بعملها، انت فاهم، ممكن حد يستعجب اللي انت ازاي يا عم، انت ايه، انت ولي؟ لا يا باشا هي مش ولي ولا شيخ ولا الكلام ده، انا من معاشرتي في الحمام خلاص عرفت الحمام، حفظت الحمام والكلام ده. باجي اعمل ايه يا باشا؟ حمام الغزار بتاعي مثلا باجي الاقيه الاول، يعني اللي هو ادخل الدكر بيكون في روبه زي ما هو، بعد كده بدخل النتايع على الدكر. طيب يجوا بعد كده اللي هو مثلا ايه كم قص تحضين عندي انا، يعني مثلا في ناس بتعمل اللي هو الاحسن بقى تقلي القص الغزار بعد كده تلات اربع ايام تكون فاكك انت زي ما بتفك الغزار بتاعك تفك التحضين بتاعك، يعني اللي هي يا باشا فك الغزار بتاعه والتحضين بتاعه، يعني انت بتشيل النتايه بتريحها. طيب قص تحضين دلوقتي ما عنديش حمام غزار وحصل، يبقى اجمل الحصى اللي من تحتيهم قبل ما يشرح واخد القص النتايه التحضين بتاعتي احطها في المصطبه ايا كان بقى، عامل سلاك التحضين للنت، عامل مثلا مصطبتين للنت الكلام ده. باجي ادخل النتايه الغزار على الدكر بتاعي، وبعد كده بعد اربع تلات اربع خمس ايام بدخل النتايه التحضين للدكر التاني. ليه يا باشا؟ لان الحمام الغزار طبيعي حنين، طبيعي اللي هو هادي، فالطبيعي اللي هو مش سخن زي الحمام التحضين. يعني الحمام التحضين لو جيت حص وشلت الحصويتين هتلاقي بعديها باسبوع ولا مثلا 10 ايام بيكبرهم هتلاقيهم اللي هم ايه حصوا. طب القص الغزار يا باشا، القص الغزار على ما القص بياخدوا على بعض ويقعدوا مع بعض ويفلوا بعض ويخننوا لبعض واللي لغوا بعض والكلام ده، ممكن القص الغزار يقعد له مثلا بتاع 20 يوم 25 يوم عمل ما يشتغل. طب ما بكده يا باشا لو انا لقيت بتاع الغزار بتاعي مع التحضين هلاقي التحضين ممكن يحص مره وارمى حصاه، ولو حصه تاني ممكن القص الغزار يبقى اللي هو لسه ما حصاش والكلام ده. فاحنا الفكره انت من معشيتك من الحمام بتعرف ان الحمامه دي بدخلها للدكر فرد الحمام بعد مثلا ايه اسبوع بعد 10 ايام لا هوب هتلاقي الحصويتين.
في قص الدكر بيبقى ايه هادي، لو دخلت له النتاء دي ممكن يعطل لي النتاء حتى لو كانت شغاله كبريت معايا، الدكر بطبيعته هادي، فالطبيعي اللي انت هتلاقي الدكر هادي مش سخن على النتاء، ممكن تاخد وقت مثلا عقبال ما ايه تيجي تحصي والكلام ده. طيب لما بنيجي احنا مثلا قص الغزار، يعني انا مثلا ببص لايه؟ محضر مثلا قص تحتين تحتهم زغلول، بص بقى الحركه اللي الواحد بيعملها. يكون مثلا القص بتاعي تحضين تحتيه زغلولين، ابص للقص ده بشوف حجم الزغلولين قد ايه، يعني انا ببص لحجم الزغلولين قد ايه، ده بقول لك دي من خبرتك للحمام وعارف الحمام هيشتغل بعد ايه. بلاقي الزغلولين مثلا قربوا اللي هم خلاص الحمام كسى بس لسه ما بطنش والكلام ده، عارف ان القص ده خلال اسبوع 10 ايام هيتحصن، انا ما عنديش تحضين يعني زياده ولا الكلام ده، محضر مرستق الدنيا الاسس الغزار التحتين بتاع الترقه ده والاسس الغزار بتاعتي فاكك النتي بتاعتها والكلام ده، باجي اروح مدخل يا باشا يعني مثلا عندي ثلاث اربع اسس زغللهم قد كده، ابتدي اروح واخد مثلا النتي الغزار اروح مدخلها على الدكوره الغزار بتاعتي، هتقعد 10 ايام 15 يوم ما انت عرفت يا باشا القص ده بعد قد ايه بيحصي، عمل ما دول بيحصوا يكون التحتين بتاعي حصل، يعني بص الكلام بيبقى تحتهم زغاليل وبيجي القص الغزار مفدي بدخل النتي وهم لسه ده ما تقربوش على بعض ده لسه تحتهم زغاليل، دي ليه بقى؟ عشان انت عندك خبره كافيه من الحمام، عندك بتقعد مع الحمام عرفت الحمام عشرت الحمام حبيت الحمام فعشان كده عرفت كل حاجه عن الحمام. طيب طريقه التحضين احنا بنحضر ازاي يا باشا؟ اول ما القص الغزار بتاعي حصي ولسه التحضين بتاعتي ما حصتش، طيب بسيب مثلا في بقى نقطة عشان خاطر الناس اللي هي بتقول لك ايه في زغلول بيطلع كبير وزغلول بيطلع صغير، طيب هنتكلم في ايه يا باشا؟ تحضر لنا ورقة وقلم كده، القص الغزار اللي بيحصي بكتب في جنب كده القصوص الغزار بتاعتي، طيب الناحية التانية التحضين بتاعي، قص الغزار ده مسميات يعني مثلا قص فحميات بتوع كوتو بكتب الفحميات بتوع كوتو، طيب قص تحضين عندي ما شاء الله التحضين كتير، طب عشان ما توش بميز الاسس التحضين بتاعتي بحاجه، يعني ممكن مثلا ايه جايب مثلا قص من حماده يبقى القص مثلا الجريزليات بتوع حماده، انا كده ميزت ما انا عندي مثلا ثلاث اربع اسس جريزليات، طب اعرف منين؟ ما انت يا باشا انت دلوقتي في سلاكه فانت عامل تحضين كتير فانت لازم تركز في حته اللي هو ايه كتابه القص ده والكلام ده عشان ما تتوش عشان ما تغفلش عن قص تحضين يرقد على حصى وتشوف ترم اول ما الحصى يشرح ترميه وتشيل ذنبه، فانت تركز هتكتب القص الغزار بتاعك والقص التحضين كده انا بقول لك مسميات، يعني القص ده ايا كان بقى جايبه من السوق يبقى القص مثلا ايه فلان الفلاني من السوق، جايب من واحد صاحبك يبقى تسميه باسم صاحبك عشان خاطر اللي انت ما تتوش. طيب القص الغزار بتاعك رمى الاولانيه عايز بقى انت الحصويتين والزغلين يطلعوا يفكوا مع بعض، طيب هتشيل الاولانيه يا باشا هتجيب طاجن مثلا كده جايبه كده ادي مثلا نتاء حصة الاولانيه افرادنا دي يعني اللي هي ايه الحصة الاولانيه بتاعت الحمامة الغزار حصتها النهارده، هاجي يا باشا اروح جايب طاجن فاضي روح ناقل الحصوية بتاعتي بشوية زبد ولا أي حاجة كده أروح حاطط الحصوية الأولانية بتاعت النتاء الغزار حاططها مثلا في إيه؟ في طاجن وركنة على جنب بعيد عن مية بعيد مثلا عن تتكسر الكلام ده، طيب هتسيب لي الطاجن فاضي؟ لا مش هسيبه فاضي، ليه يا باشا؟ لأن أنت خدت أول حصوية النتاء عندت على الطاجن، لازما إن أنت تضحك عليها أكن أنت شلت منها الحصوية بتاعتها عشان خاطر اللي هي ما تخشش ترقد والكلام ده حطيت لها واحدة بلاستيك. طيب ما انت كده كده يعتبر هي حصويتها لان ممكن في نت بتحصل اولانيه بتخش تدفن حصوايه شويه فعشان كده حصوايه بتفك قبل الثانيه بيوم، ليه يا باشا؟ لان ممكن مثلا في نت يعني مثلا ايه احنا زي ما عارفين بترمي الاولى ثاني يوم بتبقى حصوايه برش ثالث يوم حصوايه محضره، في حمام بيتاخر يعني بيقعد مثلا بين الحصوايه والثانيه بيقعد يومين، طيب ما اليومين دولت النتاء بتخش ترقد شويه، الدكر بيرقد شويه، تلاقي حصوايه تفك قبل الثانيه بيومين، طب انا بريح دماغي في ايه يا باشا؟ ما هي حصت خلاص خدتها وركنتها على جنب وحطيت لها واحده بس، ايا كان بقى حصتي ايه؟ ثاني يوم حصيتي ثالث يوم انت كده كده ما رقدتيش، طيب وروح واخد اول ما تحصي الحصوايه الثانيه بتاعتها روح واخد الحصوايه حطيتها جنب اللي انا كنت شايلها في الاول في طاجن على جنب، يبقى انا الحصويتين الغزار بتوعي النتايه حصيتهم ولسه ما رقدتش عليه،
طيب يا باشا، انت التحضين بتاعك ايه؟ لما انا قلت لك يا باشا في الاول اللي احنا بننقي بنوفق الحمام بنشوف ايه اللي هيحص والكلام ده. طب ما انت القص ده محصي يبقى اكيد فيه ستيبل، في اللي هو قصين ولا قص تحضين اللي احنا لاقينه مع القص الجزار ده، هتلاقيهم اللي هم مثلا ايه حصوا حصوايه حصوا اتنين، فهي لسه مثلا اللي انت ايه لو مثلا قص حصه حصوايه واحده فاللي هو بتسيبه مثلا لغايه ما بيرمي الثانيه. طيب ما انا كده يا باشا اللي هي الحصويتين بتوعي دولت شايلهم والقص الجزار بتاعي لسه ما حصاش الاثنين، تعمل ايه يا باشا؟ انت كده كده لما القص الجزار اللي بيحص بتاعك ما بتقومهوش على طول، لان في ناس بتنكش الحصويتين من النتايه هوبر واخده النتايه مديها نص كلسه وترميها في المسطره. انت ما زرعتش في قلبها الحنيه، فالطبيعي لما الحمام الغزار بتاعك تحصي طيب اللي انت بتسيبها راقده لو يا باشا على حصوايه بلاستيك. طيب القص التحضين بتاعي لسه ما رماش الثانيه والكلام ده، ما انا ما ينفعش بعد ما نقلت الحصويتين من تحت النتايه الغزار بتاعتي اسيبهم بقى في الهواء واسيبهم شويه ميه والكلام ده، كده كده القص الغزار بتاعي راقد على الحصوايه اللي انا مخليهم تحتيهم لغايه ما ايه القص بتاع التحضين يحصل. اخد الحصويتين بتاع الغزار، انا كده شلت، خليك مركز للكلام عشان ايه ما انتقش من بعد، انا شلت الحصويتين ما فيش حاجه رادت عليهم، الحصويتين يعتبر نازلين يعتبر ايه مع بعض، فانا حطيتهم تحت القص الغزار بتاعي لغايه ما التحضين بتاعي يخلص. طيب التحضين بتاعي يا باشا خلص الحصويتين، راح واخدهم كاتبهم حطيتهم مثلا تحت القص التحضين بتاعي واكتب اللي هو اليوم كذا والقص مثلا التحضين، يعني بكتب القص يوم ما تاريخ اللي انا حضنت فيه اللي هو تاني نزول الحصوايه ليها واللي هو اول ما القص رد عليها، بكتب تاريخ اللي هي تحضين الحصى بتاعي والناحيه الثانيه. طيب يا باشا ما في نقطه يا باشا بتفوت الناس كلها، هي ايه؟ المواعيد بين الحصى والحصى. انا بتكلم واحد خبره، انت عارف انت الحمام بتاعك فرق يوم فرق يومين، التحضين بتاعك انا بتكلم في اللي هو ايه عشان ما تبيتش الحصى بره يوم عبل ما القص الثاني يرمي الحصوايه الثانيه، لا ده في ناس مثلا بتسيب الحمام 3 أو 4 أيام وبعد كده هوب راح عكس الحصى، وساعات بترمي الأسس التحضين بتاعها الحصى ويبقى مشرح وبترميه. ده أكبر غلط اللي أنت حصويتين، يعني مثلا أنا بتكلم في قص غزار. طب القص التحضين بتاعي حصى الأول، يا باشا ماشي القص التحضين بتاعي ولسه الغزار ما حصاش، أرمي الحصويتين التحضين بتوعي قبل ما يعمروا. يعني القص التحضين بتاعي خلص الحصويتين بتوعي والقص الغزار عليه اول حصوايه. طيب ما كده سليم الكلام اللي هو القص التحضين بتاعي رمى الثانيه والقص الغزار عليه اول حصوايه. اول ما يرموا الاثنين راح شايلهم، هم رموا حصوايتين، شايل الحصوايتين وحاطط لهم حصوايتين بلاستيك، ما حطيتلهمش واحده لان هي حصتين الاثنين، فاحط لهم حصوايتين بلاستيك ترقد القص التحضين بتاعي عبال ما القص الغزار بتاعي اللي هو يخلص الحصى بتاعه. طب يا باشا ما دولت خلصوا مثلا قبل دول ب3 أيام، ما انا ميعاد التحضين بتاعي ممكن ل5 أيام تنقل الحصى، بس هي الفكره احنا ايه؟ بيبقى نسب وتناسب، فاللي احنا على قد ما بنقدر بنخليهم 3 أيام، ما بنزودش عن كده 4 أيام 5 أيام، لأن في حمام 15 17 يوم بيبتدي اللي هو عايز يفك، فبيبتدي اللي هو يقوم ال3 أو 4 أيام اللي هو على ما يكمل ال 21 يوم مش قادر يقعد على الحصى، فبتلاقيه يقوم من على الحصى بتاعه والحصى بيكون قرب ينقر، فتلاقي الزغاليل بتاعتك بتموت والقصه دي. فكده بطريقه التحضين قدرنا نوصلها للناس، والكلام اللي انت يعني ركز في دي، ما تخليش الحصى التحضين بتاعك يشرح وتيجي روح واخد ترمي الحصويتين التحضين وهم مشرحين. ممكن تعمل الحركه دي تلاقي القص الحصويتين الغزار اللي انت محضنهم تلاقي اللي هم ربنا كرمك بعد ما يعمروا والكلام ده يتكبسوا ويموت. طب ليه يا باشا؟ ما انت قتلت الروح ورميت حصويتين فيهم خلاص اتخلق، يعني انت فاهم رميت ايه؟ يعتبر الروح في قلب ايه؟ الحصويتين. طب ومش عشان خاطر حمامتين غزار، طب انت لو في النقطه دي يا باشا دول تشرحوا وانت عايز تنقل التحضين بتاعك، مفيش مشكله يا باشا، ما انا كده كده القص الغزار بتاعي يا عم ريح، ما انت الاسس التحضين بتاعتك ايه؟ اكيد شوامه، اكيد جريزلات، اكيد الكلام ده، ممكن تحط الحصويتين قدام اشرحه تحت القص الغزار وهتاخد الحصويتين الغزار بتاعتك تحضنهم تحت التحضين بتاعك، وبكده انا ما خسرتش حاجه والحمد لله. اللي انت على قد ما بتقدر بقى، ده اللي طلع ده مات ده عاش، ده انت اللي عملت اللي عليه، لكن ان انت تكمل اسس اللي حصل تحضين بتاعك اول ما يشرح عشان تحضن الغزار بتاعك فدي اكبر غلط، وعشان ما نتحاسبش على حاجه والكلام ده. كلام ايه يا عم بقولك؟
الله ينور عليك يا باشا. حبيبي يا كبير، فاحنا الحمد لله قدرنا نوصل للناس، ولو في اي حاجه وقفت قصادكم ولا الكلام ده بيكون معاكم مكملين، فانتظرونا مع كل جديد. مع علي ادم مش هتقدر تغمض عينيك، واوعى تروح لبعيد، وده عاش في الجديد. اخوكم كنت ادم، والسلام عليكم ورحمه الله.